لأبناء الجزائر لحظات تاريخية بقاعة حرشة حسن والتتويج السابع للمنتخب الجزائري في نهائي مثير ورائع عبر بي ان سبورت بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي. نشكركم مشاهدي بي ان سبورت على وفائكم ونترككم مع هذه الصور التاريخية الصور الرائعة القادمة من صالة الحرشة. كنا معكم طيلة أسبوعين تقريبا لكأس أمم إفريقيا وكانت طبعا تتويج مستحق لكرة اليد الجزائرية. مبروك للجزائر مبروك لتونس بتتويج السيدات. نلتقي إن شاء الله في موعد جديد. حتى كنا معكم الكابتن حميد لبراوي.